استغاثت امراه بريطانيه بالجيران والماره اثر اشتعال نيران في مطبخها غير ان احدا لم يفزع لنجدتها ظنا منهم انها تداعبهم نتيجه ماساويه سببها عاده اوروبيه تنتشر في مثل هذا التوقيت من كل عام حيث يقع كثير من الناس ضحيه لاكاذيب وشائعات يطلقها اخرون تحت مسمى كذبه ابريل او اكذوبه ابريل تلك العاده التي باتت سببا في انتشار الاكاذيب والشائعات في ذلك اليوم عبر وسائل اعلاميه مختلفه من افراد ومؤسسات لتصادف قبولا وتصديقا يترتب عليه اجراءات استثنائيه لدى كثير من الناس ويطلق على من يصدق هذه الاشاعات او الاكاذيب اسم ضحيه كذبه ابريل وتشتهر هذه العاده الذميمه في عدد من البلدان الاوروبيه كفرنسا وبريطانيا وغيرهما من الدول التي سرت اليها داخل وخارج اوروبا ولا شك ان الاسلام حرم الكذب في كل الاوقات وعلى كل الاحوال ولو كان على سبيل اللهو والمزاح لما له من اضرار ماديه ومعنويه بالغه ولهذا قال نبينا عليه الصلاه والسلام انا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا